شيخ فرحات، من خلال اطلاعكم على كتاب برهان الحق، ما هي الإضافة الحقيقية التي أضافها البرهان في المكتبة الإسلامية في مجال العقيدة؟ كما تعلمون هناك كتب كثيرة ألفت في العقيدة الإسلامية، برأيكم ما هي الإضافة التي أضافها هذا الكتاب إلى المكتبة الإسلامية؟ هذا الكتاب برهن تجاوز كلمة يتداولها الناس، ماذا ترك الأول للآخر؟ وتعرفون جميعا أن ميداني البعد الحضارة للعقيدة الإباضية، فأنا عايشت هذا العمل وهذا الميدان منذ أكثر من 30 سنة، وعلى علم والحمد لله بكل أو بأغلب، لا أقول كل، ما كتب في هذا الباب، باب العقيدة وباب التوحيد، في المدرسة الإباضية وفي مختلف المدارس الإسلامية. شيخنا سماحة مفتي حفظه الله استطاع بما آتاه الله تبارك وتعالى من سرعة ذاكرة ومن سرعة حفظ أن يستوعب هذا الرصيد الهائل، هذا الرصيد الهائل، واستعمل كلمة هائل عن قصد هذا الرصيد العظيم، وأن يصوغه صياغة جديدة بزيادة اتساع. كل من كتب في العقيدة قبل سماحة الشيخ، شيخنا السالمي كتب مشارق أنوار العقول مجلد، وشرحه الشيخ، شرح جوهر النظام الشيخ الرواحي أبو مسلم في مجلد أو مجلدين. فالشيخ حفظه الله استطاع أن يستوعب ما كتبته المدرسة الإباضية وهو كثير، وما كتبته المدارس الأخرى، وأن يصوغه، وهذه الإضافة الأساسية، صياغة عملية. وقد ذكرت في مداخلتي أن الخيط الناظم لهذه الأجزاء السبعة كلمة أساسية عند المسلمين جميعا، لكن عبر عنها الإباضية بهذا الشعار الذي لم يبقى مجرد شعار وإنما تحول إلى العمل. نعم. نريد الآن أن نتحدث بشيء من التفصيل، وإن كان هذا التفصيل نريد أن يكون فيه اختصار كذلك، عن البعد الحضاري لكتاب برهان الحق، وهو الموضوع الذي ستشاركون به بإذن الله تعالى في الندوة. هذا الموضوع أساسي وليس موضوعا مفتعلا. نعم. لأن المسلم لماذا يدرس العقيدة؟ ليس لتبقى بينه وبين ربه، وإنما لتتحول على لسانه ولتنعكس على سيرته، وهذا ما نقصد بكلمة البعد الحضاري. لأن كلمة حضارة لها دلالة كبيرة في الإسلام وفي الإنسانية، هو أو هي ما ينتجه الإنسان في تفاعله مع عالم الغيب وفي تفاعله مع عالم الشهادة. والحقيقة شيخنا حفظه الله استطاع أن يشير إلى ذلك من المقدمة، وبرهن على ذلك برهنة واضحة في آخر الكتاب بما سماه فذلك عن الإيمان. هذه الخلاصة العظيمة التي يترك من خلالها القارئ الكتاب وهو على بينة من أمره، أن الإيمان كما يقول الإباضية من سلفهم الأول عقيدة في الجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. نعم. وهذا ما غاب، وأنا على يقين ما أقول، لدى كثير ممن كتبوا في العقيدة، لأن أمر الصراع الداخلي والصراع مع المدارس الأخرى
والمناظرة تنسي هذا التوجه، ويظل الكاتب يناضل على فكرته فينسى البعد العملية الحضارية للعقيدة. وما أمرنا الله تبارك وتعالى أن نوحده وفرض علينا ذلك إلا لينعكس ذلك بصورة جلية على واقع العالم الإسلامي الذي يجده ويجب أن يجده الزائر والمتجول في بلاد الإسلام إسلاما نابضا حيا في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وخاصة في التربية وفي المدارس، وهذا ما سعى إليه شيخنا.